جمعه نتيرو معك انت محمود. تونس قطر والمحادثه بين قيس سعيد وتميم امير قطر. اي رفيق، انا حبيت باش نحكي ولكن غيرت الموضوع، ان شاء الله نحكيه فيه غدوه، اللي هو مساله الافارقه من جنوب الصحراء والحمله الكبيره اللي قاعده والحديث اليوم في الشارع التونسي حول قدوم الافارقه من جنوب الصحراء. نحكيه اليوم على المكالمه بين رئيس الجمهوريه سيد قيس سعيد وامير دوله قطر تميم بن حمد الثاني. المكالمه جات بعد ساعات من استقبال رئيس الجمهورية لمساعد وزير الخارجية سيد محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. التوانسة تسألوا شنو سبب المكالمة، معناتها التسريع بعقد هالاجتماع هذا، خاصة وأنه في بيان رئاسة الجمهورية يقول أنه سيد مساعد وزير الخارجية القطري جاء لإبلاغ رئيس الجمهورية رسالة شفاهية من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل الثاني. التواسة زادت سألوا هل أنه في علاقة اليوم بين مثول راشد الغنوشي أمام فرقة مكافحة الإرهاب ومحاولة الشقيقة قطر أنه تتدخل من أجل إيجاد خروج آمن وسالم لراشد الغنوشي. كل هذه تطرح وتوانسة اليوم يتسألوا قراءة وتوانسة وتساؤلات مشروعة حقيقة مشروعة، لأنه نعرفوا العلاقة بين راشد الغنوشي وأمير قطر هي علاقة متطورة، كذلك العلاقة راهي تحسنت بين تونس ودولة قطر في السنوات الفارقة. حاجة هذوما يصيروا في العادة في كنف سرية، معناها تليفون في السرية ما يخرج بعضه لا بيان من هنا لا بيان من غادي، تنجم تصير حتى مقايضة يا سيدي، نعاونك كان في كذا ولو صحت وجهة نظر نتاعك وتسيب انت راشد الغنوشي ما تحطوش في الحبس، مش هكا معناها بيان باش يخلي ردود الفعل وتمشي في قراءات يمينا ويسارا. هو أغزر وفما حديث آخر زاد على محاولة لإيجاد حل الأزمة الليبية، لأنه مساعد وزير الخارجية القطري زاد كيف كيف تحول الجزائر مباشرة من تونس لمقابلة الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون. دونك أنا اللي نتصور والأقرب إلى الواقع هو أنه فيه مساعي حثيثة تري بارتيت كما نقولوا بين الجزائر قطر وتونس لإيجاد حل الأزمة الليبية، ماشي وتعمق خاصة في الظروف الجيوستراتيجية هذه الصعيبة، أنه اليوم إيجاد حل في ليبيا راهو باش يسهل الأمور سواء على الجزائر سواء على تونس حتى من الناحية الاقتصادية. دونك الأقرب أنه في العملية هذه ممكن تنجم تكون فما حاجة معناتها تعدات ولا رسالة هكا ضمنية امبليسيت أنه اليوم الوضع ما يستحقش أنه نزيدوا نصعبوا الأمور أنه نساعدوا أنه نحاولوا نلقاو حلول. نتمنى أنه إذا كان فما مبادرة حتى قطرية في الإطار هذا ما تعلقش براشد غنوشي، راهو احنا لأنه راشد غنوشي إذا عمل دي ما احنا شقولوا رفيق يعمل يتحاسب، ولكن احنا اللي يهمنا أنه إذا فما مساعي زادة كيف كيف من أي دولة عربية شقيقة أنه نخرجوا زادة كيف كيف احنا من الأزمة بتاعنا أنه نوصلوا للحل رفيق.